يعني اكيد برضو بتشوفوا انطباعات الشباب في سنكم عن التطور اللي بيحصل هنا في مدينة العالمين، بيقولوا لكم ايه لما بتتكلموا معاهم؟ هو انا كل عيلتي شباب يعني ما شاء الله، كلهم قاعدين ورا الكاميرا هنا وهم منبهرين، كل شويه يلاقوا حاجه يعني تجذبهم اكتر، يعني مختلف الشخصيات بتاعتهم، ولاد بنات السن. يعني انا اخويا بقى شغال هنا، في اوبورتونيتيز كتيره للشغل، اخويا بقى شغله هنا، بقينا يعني نعتبر ان احنا طول الصيف بنبقى هنا لان في فرايتيز كتير، وبرضه الحاجه مش برضه بالبرايسز اللي الناس متخيلينها، في حاجات بجد عاديه زي اسكندريه زي القاهره زي اي حته، بالظبط، بس مش اوفر برايسد على فكره، يعني عادي عادي في زيها زي حاجات اي حته. وحاجات. الفكره كلها ان هي تعتبر يعني لغايه دلوقتي يعني الناس تيجي السياحه اكتر، بس طبعا يعني المستقبل هو هنا قدام يعني. بس ولا يعني انا مبسوط، انا شرفني ان انا بلدي فيها حاجه يعني زي ما قلت كواليتي احسن من بره. حفلة تامر حسني بقى، ايوه احكي لي بقى الحماس، اخباره ايه؟ جدا يا لهوي. السنه اللي فاتت برضه يعني تامر حسني مرتين، فالسنه دي بجد متحمسه قوي. الحفلات السنه اللي فاتت كانت فظيعه اصلا في العالم، كانت تحفه، التنظيم كان السنه تحفه دي يا تحفه والسنه دي هيبقى احسن كمان من السنه اللي فاتت. متحمسين لحفله جدا تامر حسني. جدا هتعملوا شير لايه مورا بقى في ال... كل حاجه، طب انا انا متخيل متحمسه كل حاجه. دلوقتي. يعني ايه الحاجه اللي هتنقلوها هنشوفها بكره موجوده عند كنزي وفراس على صفحاتهم على هو التواصل انا كده الاجتماعي؟ كده اصلا بصور لهم اي حاجه، فهم عارفين في الحفله بكره هيبقى فيه 80 ستوري، و80 بجد انا مش بهزر. انا للحفله. عارفه ايوه شفت. صح. للحفله يعني كده كده لا لازم كل يعني، الفايب. انا بالنسبه لي لا بحب اصور المنظر نفسه، الدنيا بتبقى متنظمه ازاي، الفيو الحفله عامل ازاي، بحب يعني اوصل الصوره دي والامان للناس. الصراحه، لان في الفترة اللي فاتت كان في أماكن ما كانش بيبقى فيها أمان خالص في الحفلات تكدس. تكدس. وكان الأماكن مش كبيرة، في أماكن في اسكندرية مش بتبقى كبيرة فبنتعور، هنا المساحات كبيرة ومتنظمة حلو جدا. هنشوف بكرة صفحاتكم ونشوف طبعا العالمين تقلقي الجديدة هتلاقيني مع بعيون طابورة. كنزي وفراس. أنا يعني عايزاكم تقولوا آخر حاجة قبل ما نختم فقرتنا. زي ايه؟ طيب لا لا شوفي انت عايزه الموضوع تقولي تعبير. ايه. انا عايزه اقول ان انا بجد يعني بجد انا فخوره بمصر وفخوره ببلدي، وخصوصا ان انا بيتابعني ناس صغيرين، عايزه اعرفهم ان مصر فيها حاجات حلوه، وان هم ما يمشوش بقى ورا كلام اللي هو بره ومش عارفه ايه، ان بجد مصر فيها حاجات كتيره قوي قوي حلوه. انت عايز تقول ايه؟ برضه نفس الكلام. بس جايزي بتقول الكلام كله. بس انا لا نصيب يعني لي عايز اقول حاجه. فعلا ان انا يشرفني ان انا بلدي فيها تطور حلو قوي، والتطورات اللي جايه اكتر بكتير ان شاء الله يعني. انا مبسوطه جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده، كنزي مدبولي، فراس مهيب، شكرا جدا، اشهر او من اشهر الثنائيات اللي الله موجوده يخليك على حبيبي. مواقع التواصل الاجتماعي، ميرسي. صناع المحتوى اللي يعني ليهم ناس كتير بيحبوا يتفرجوا دايما على المحتوى اللي بيعملوه، محتوى متميز. هنشوف بكره المحتوى اللي هتقدموه من حفله طبعا تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العالمين. بشكركم لوجودكم معانا. شكرا لك.